الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحرج أحيانا من الصحابة الذين يذهبون إليه في المنزل وربما يدخلون إلى الباب من الباب مباشرة دون أن يدق الباب أو دون أن تكون زوجات الرسول يعني على استعداد للاستقبال زائر غريب. فنزلت هذه الآية، وبالتالي أنا شايف أن احنا لسنا في منزل، احنا لسنا في منزل المهندس عاصم ولا في منزل حضرتك، احنا في مكان عام، وبالتالي مسألة الحجب والجدران يعني في سياق آخر مختلف تماما عن الموقف الذي نحن فيه. دي ملاحظة أولية يعني على الكلام. حضرتك سمعت الملاحظة شيخ عاصم، بس أنا يعني لدي سؤال. حضرتك اعتراضك ان احنا نكون موجودين في نفس المكان وابقى قاعدة في مواجهتك، بس حضرتك لا تعترض ان انا استمر اشتغل دوري ده؟ والله مش انا معايا في الاستوديو يعني ممكن البرنامج يستمر. طلبنا الاساسي كان يعني حضرتك كاعلاميه، لا استمري لك كاعلاميه وبوضح الحقيقه، ولا حضرتك عايز نقفل التلفزيون ما يبقاش تستمرين في البرنامج يعني؟ نعم، لو كنت معترضا على وجودك لما اتيت اصلا. يعني ارجو ان نتجاوز هذه القضيه، لاننا ابدينا فيها راينا من قبل وقلنا اذا كان المجتمع بيرى أن من حق المذيعة أن تظهر بالكيفية التي تراها، فإن من حقي أن أظهر بالكيفية التي أراها أنا أيضا. وأما استشهاد ضيفك الكريم فليس في محله. العبرة برغم أن السبب ليس كما قال، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قاعدة أصولية معروفة جيدا. لكن يؤسفني أن يقول لعل البعض يطلع عليهن هن لسنا مستعدات. لا تطعن هكذا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ربنا أمر، وهذا أمر واضح إن لما تسألها حاجة يعني تسألها. لا تتهمني بالطعن يعني مبدئيا كده، ما تبدأش باتهامي بالطعن في زوجات الرسول. لا يعني أذتني الكلمة، أذتني الكلمة إن ممكن واحد يطلع في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته يعني غير مستعدة. لا يعني ممكن أحد الصحابة عن جهل يدخل إلى الباب مباشرة، فده بيضعهن في حرج وبيضع الرسول عليه الصلاة والسلام في حرج. أنا عايز أسأل حضرتك، حضرتك سافرت بالطيران يا باشمهندس عاصم قبل كده؟ نعم يا حسن. سافرت بالطياره؟ ذهبت الى الحج والعمره، وذهبت الى اسوان، وذهبت الى الاقصر بالطائره. نعم. ما طلعتش في رحله فيها مضيفات يعني؟ استطيع ان اغض بصري عن المضيفه وانا مضطر لان اركب الطائره لاحج ولاعتمر، ولكني لست مضطرا لان اتواجد في هذا البرنامج. فاذا كان لي هيئه معينه اريد ان اظهر بها، انا لا افرضها على احد، ولكن اقول لكثير من المذيعات ارسلنا لي ولغيري من الإخوة، فقلنا إما مذيع وإما الحجاب وإما أن نكون في غرفة والمذيع في غرفة، فهذا حقي الشخصي في أن أظهر بالطريقة التي أريدها. لم أفرض على أحد أن آتي هنا ولا أن آتي في أي برنامج. أي بنشكرك أن حضرتك جيت، بس يعني هو لازم نستودع هذه النقاط، وأنا كمان عايزة أطمئن على مستقبل الإعلام، وبعدين لأن ده ممكن يثير مخاوف ناس كتير. نحن نقول لنا يعني كيفية معينة نريد أن نظهر بها. أي. هذا أمر يخصنا نحن. لكنك لن تفرضها على الإعلام. لن تريدون فرضها على الإعلام. يا شيخ الأزهر. أي. بل بابا الفاتيكان يشترط في من تقابله من الصحفيات أن تغطي رأسها. بابا الفاتيكان اشترط على سوزان مبارك، وهي من أكثر من يكره الحجاب، اشترط عليها أن تغطي رأسها حتى تقابله، فوافقت على شرطه. فنحن لا نجبر أحد على شيء، ولكن من حقنا أن نحمل أنفسنا على ما نراه حقا وصوابا. طيب ما تفسيرك للأستاذ عبود الزمر التقى مع إعلامية زميلة في استوديو وجها لوجه ودون جدران ودون حجاب ودون غطاء رأس؟ يعني أرى أن أساسا في مصر ينشغلون بهذه الأمور ويتركون الأمور الأهم، ويتهمون التيار الإسلامي أنه هو الذي يهتم بصغائر الأمور وبسفاسفها. فكنت أتوقع أننا نتحدث عن القضايا الأخطر التي تواجه الوطن الآن، ولكن هنتحدث طبعا هنتحدث دلوقتي. سأسترسل مع حضراتكم فيما تريدونه عقب الحلقات. شيخ عاصم
مع احترامي طبعا يعني احنا هنتكلم في كل حاجه، بس لازم نشرح للجمهور ولازم نفهمه احنا حاطين الحجاب ده بيننا وبينك بنيناه، وده هذه رغبتك واحنا احترمناها، لان انا مؤمنه انه كل الاراء لازم تكون، يعني الديمقراطيه الحقيقيه ان يصل الى المشاهد كل الاراء والاطياف السياسيه الموجوده على الساحه.